الله 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 الله، بتعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ ان شاء الله. بابا العب جيم جيم ايه يا ابني في المدارس يا ابني؟ يا ماما، بكره اجازه عشان مولد النبي. بكره اجازه؟ اه صح، تصدق مولدنا بكره ومدينه لكم اجازه. طب يا عم كل سنه وانت طيب. وانت طيب اهو. طب ماما فين؟ صح، جوه بتعمل ايه؟ قاعده اهو. لما تقوم تخليها تحضر لنا الاكل. الله يرضى عنك يا بابا، سيب ماما في حالها. ماما في حالها؟ اه مالها امك يا ابني؟ يا بابا، ماما متضايقه قوي وزعلانه منك. زعلانة مني أنا؟ اه ليه يا عبد الله؟ أنا زعلتها في حاجة؟ عشان انت ما عبرتهاش حتى ولا حلاوة المولد ولا عروسة المولد. حلاوة المولد وعروسة المولد؟ اه يعني يا ابني عروسة المولد دي حتى ما جبتهاش وهي مخطوب، أجيبها لها دلوقتي؟ هي عايزة، هي كيفها كده. طب بس بقول لك إيه؟ الشيخ كان النهاردة كان في الخطبة وقال الحاجات ده حرام وبدع والكلام ده كله. قوم خلاص حضر الأكل بسرعة، قوم يلا. ما قلت لك بلاش هو أدي اللي بلاش ياض، قوم بسرعة يلا. يا بابا بلاش. قوم يلا. حاضر. افتكر يا بابا ان انا قلت لك بلاش. خش بس، خش خش وريني هتعمل لك ايه امك يعني. امر الله. انا مالي، انا مالي، انا اصلا في عرشة المولد وفي حلاوة المولد. راح فين يا بابا؟ يا عبد الله هنزل اجيب لامك احلى حلاوه مولد واحلى عروسه واكبر عروسه. مكمل الاول يا بابا، يعني لازم كل مره انا اقعد اتضرب على قفايا عشان تجيب لي امي حلاوه المولد.